الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج في الصميم التي نستضيف فيها المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور سامي أبو زهري، في حلقة استثنائية بضيفها ووقتها، ولكنها ستكون استثنائية أيضا في مدتها، فوقت ضيفنا لن يسمح بأكثر من 25 دقيقة، لكنها ستكون إن شاء الله مركزة. أتمنى أن تجيب عن أهم الأسئلة المطروحة. في بدايتها باسم الشعب الموريتاني أرحب بكم الدكتور سامي أبو زهري وهنا في موريتانيا. هذه طبعا ليست أول مرة تزورون فيها موريتانيا، لكنها زيارة في ظرف خاص. جئتم وقد انتهت جولة جديدة من جولات العدوان، جئتم في خضم مستوى كبير من تفاعل الشعب الموريتاني مع القضية. كيف كانت هذه الزيارة في تقديركم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أخ أحمد. أن هذه الزيارة هي جاءت في عقاب انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة والقدس وعلى شعبنا الفلسطيني ونجاح المقاومة في صد هذا العدوان وانتصارها، ومن حيث التوقيت جاءت لتشكل تقديرا لموقف القيادة والشعب الموريتاني في ظل الموقف المميز الذي شهدته موريتانيا إلى جانب القضية الفلسطينية. أردنا أن نقدم التقدير وأن نضع أهلنا في هذا البلد في ضوء في تفاصيل العدوان ومجريات الحرب ونتائجها، وأن نؤكد على أهمية استمرار هذه المواقف إلى جانب شعبنا وإلى جانب مقاومتنا وإلى جانب قضيتنا في مواجهة الاحتلال المستمر لأرضنا الفلسطينية. طبعا هذه كما قلت ليس أول مرة تزورون البلد، و أنتم في أيام قليلة كما لاحظنا التقيتم أغلب الطيف السياسي. لو طلبنا منكم وصف أهم ما لاحظتموه وما خرجتم به من انطباع من هذه الزيارة لموريتانيا. أنا أعتز بزياراتي المتكررة لهذا البلد موريتانيا، هذه الزيارة السادسة لموريتانيا. التقينا خلالها بعدد من المسؤولين الموريتانيين، التقينا أيضا بالأحزاب الموريتانية المتعددة، التقينا بالعديد من مكونات الساحة الموريتانية، شاركنا في فعاليات ونشاطات شعبية تضامنية ومناصرة للمقاومة الفلسطينية، التقينا بنشاطات خاصة بالمرأة، تجولنا في شوارع موريتانيا والتقينا بالناس في الشارع. هناك حالة جديدة بلا شك ميزت هذه الزيارة عن سابقاتها، نشعر أن هناك تحول كبير في مزاج الأمة وفي مزاج الشعب الموريتاني، وكأن فلسطين قد احتلت بالأمس والموريتانيون ينهضون لحمايتها من العدوان ومن الاحتلال. هناك مشاعر فياضة نتجت في صدور أهلنا في موريتانيا، نتجت عن بشاعة المجازر الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ونتجت أيضا عن استشعار حالة العزة والكرامة التي صنعتها المقاومة الفلسطينية بنديتها للاحتلال واستمرارها على مدار 11 يوما لضرب هذا الاحتلال بذات القوة وإيذائه بشكل كبير جدا. كما يتابع الجميع هذا الاحتلال عانى من شلل كبير، مطاره أغلق، مستوطنين نزلوا إلى الأرض، سهاريج الوقود ضربت منصات البز. أطرح هذا السؤال دكتور سامي، تعتبرون وتعتبر معكم الأمة أنه هذا الأمر كان انتصارا، لكن هناك من يجادل يقول إنه لو حسبنا ما حل بغزة من دمار وما تم من خسائر في الأرواح، وإنه الصهاينة أيضا لاحظنا إنهم اقتحموا المسجد الأقصى قبل يومين. السؤال هو كيف تعتبرون ما حصل انتصار؟ ما هي مؤشرات أن ما حصل هو انتصار؟ أولا نحن شعب محتل، طبيعي أن ندافع عن أنفسنا وأن نكون جاهزين لدفع الثمن. من يستكثر هذا الثمن يعني أنه يريد أن نبقى شعباً تحت الاحتلال. طبيعي أن مواجهة الاحتلال هي بحاجة إلى دفع الثمن، ونحن كشعب وكمقاومة وكحركة جاهزون لدفع أي ثمن من أجل حماية القدس، حماية المسجد الأقصى، وحماية شعبنا ومواجهة هذه الجرائم الإسرائيلية. الله سبحانه وتعالى يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. مبادلة الألم بيننا وبين الاحتلال هذا هو الشيء الجديد. دائما كنا نضرب ونقصف ونقتل، في هذه المرة الاحتلال استشعر معنى الألم مثل ما نستشعرها دوما ودفع ثمنا، دفع الثمن
بعدد لافت من القتلى، مئات الإصابات التي نزلت في المستشفيات الصهيونية، مطارات أغلقت بالكامل خلال أيام الحرب، الشواطئ البحار أيضا أغلقت، والكثير من الدول رفضت إرسال بوارجها وسفنها إلى الكيان. أيضا ضرب كما أشرت الصهاريج ومنصات الغاز، صواريخ المقاومة استمرت في دك هذا الاحتلال على مدار 11 يوما. هيبة هذا الاحتلال الذي قال أنه الجيش الذي لا يقهر وأنه أقوى دولة في المنطقة وأنه هو من بين أعظم جيوش العالم، هذا مرغ أنفه بهذه البطولات من هؤلاء الشباب من أبناء شعبنا الفلسطيني من المقاومة الفلسطينية. هناك شيء كبير تحقق من خلال الأمور المادية التي أشرت إليها، ومن خلال الأمور الاعتبارية التي تتعلق بأن شعبنا بدأ يرد، شعبنا لا يستسلم العدوان بل يذيق الاحتلال من ذات الكأس، والاحتلال أيضا هيبته تهشمت. صورة الضحية التي صنعها الاحتلال أمام رأي العام العالمي أيضا تهشمت، أنه هو طرف يعود إلى أرضه ويتعرض لظلم العرب وظلم المسلمين، هذه الصورة تهشمت وتبين أنه هذا قاتل للأطفال وقاتل للنساء. هذه المسيرات الحاشدة التي خرجت فضلا عن الساحات العربية خرجت في سواء. هل تعتقدون فعلا أن صورة الاحتلال تغيرت؟ لأنه ليس جديد على الاحتلال أن يقتل الأطفال، أن يقتل النساء، أن يرتكب هذه الجرائم. ما الذي يؤشر على أن صورة الاحتلال قد تغيرت خارجيا؟ الإعلام له دوره، والسوشيال ميديا لها دورها، الأبراج السكنية والعمارات والبنايات التي دمرت على رؤوس أصحابها كانت تحت البث الحي والمباشر، وهذا كان ينقل مباشرة إلى كل فضاءات الدنيا والناس تتفرج عليه، وما يعبر عن التأثر الرأي العام العالمي هذه المسيرات الكبيرة، ليس في شوارع الأمة بل فضلا عن ذلك في شوارع العالم، في أوروبا، في أمريكا ذاتها، بمئات الألاف تخرج المسيرات، وهذا ضد الاحتلال. ولم تخرج مسيرات مناظرة إلا مسيرات لا تذكر بأعدادها أو بحجمها، وهذا يؤكد أن هناك إدراك عالمي أن هناك جرائم إسرائيلية، وأن هذا الاحتلال مخادع وكان يكذب على رأي العام العالمي، وهناك تغير في هذا المزاج. في بعض وسائل الإعلام الأنباء عن لقاءات جرت بين قيادة حركة حماس وجهات دولية لم يسبق أن التقتكم بدون تحفظ، هل هناك فعلا تحولات لمستموها في بعض المواقف الدولية؟ يعني من إنجازات هذه الحرب إدراك العالم أنه لا يمكن تجاوز القوى المقاومة ومن يمثلها، وأن إدارة الظهر لهذا الموضوع كمن يدس أنفه في التراب. الأمم المتحدة عبر ممثلها كانت تتابع يوميا وبشكل مباشر مع قيادة الحركة ما يجري في الميدان، وتسعى لوقف ما يسمى وقف إطلاق النار، ونحن نسميه طبعا وقف الجرائم الإسرائيلية، والاتصال المباشر بين الأمم المتحدة وبين الحركة قيادة حركة حماس هو تعبير عن وزن هذه الحركة وإدراك العالم المجتمع الدولي عدم إمكانية تجاوزها. أيضا الإدارة الأمريكية ذاتها كانت عبر بعض الوسطاء في الإقليم كانت ترسل رسائل مباشرة ومستمرة فيما يتعلق بظروف اللازمة لوقف الاشتباك. في تقديركم ما الذي أحدث الفرق بين تعاطي الجهات الدولية معكم الآن وتعاطيها معكم في الحروب الماضية؟ ما الذي جعلهم الآن هذه الصحوة الضمير من وين أجت؟ شوف، هو ما في صحوة ضمير، إذا بنحكي عن الشعوب نعم هناك صحوة ضمير ناتجة عن صورة المجاسر البشعة. لا أنا بسأل عن التحولات اللي ذكرته في الموقف الدولي. فأقصد صحوة الضمير تعلق بالشعوب، أما بالنسبة للأطراف الدولية لا يوجد شيء اسمه صحوة الضمير، هذه الدول تتعامل وفق مصالحها، لكن هناك القوة التي فرضتها المقاومة وكانت ضد للاحتلال، هذه فرضت على المجتمع الدولي وهذه الأطراف الدولية التحرك مع الحركة للتوسط لاتفاق بشأن موضوع هذا القتال. فالجديد هو هذه البسالة، هذا القصف المستمر، هذه الندية الكبيرة من المقاومة للاحتلال الإسرائيلي، وأيضا المجتمع الدولي كله يدرك أن سبب هذه المعركة بالذات هو الاحتلال، بدأت باقتحام المسجد وتدنيسه وضرب الناس وإطلاق النار ومحاولة إدخال اليهود المستوطنين للصلاة في مصلى إسلامي وطرد المسلمين، هذا يعني استفزاز لا يمكن أن يقبل أي أحد. لذلك هناك تفهم
ضمني لموقف الحركة وموقف شعبنا عمومه في ظل أيضا كما أشرت اللي هو الردود القوية التي أجبرت العالم للتدخل. هنا يطرح سؤال القوة، غزة تحت الحصار منذ 15 سنة، غزة مساحتها قليلة، أرضها مكشوفة، كيف استطعت خلال هذه الفترة وأنت ابن غزة أن توجد قوة بهذا التأثير تغير في الموازين الدولية؟ كيف؟ أرجو أن أسمع كلام يقنع وليس فقط كلام يمكن يحرك عواطف. يعني نحن كنا في مرحلة سابقة نعمل على تهريب واستيراد السلاح إلى داخل غزة، لكن غزة اليوم أمام إغلاق مطلق، أمام حصار مطلق لا يمكننا من ذلك، وبات هذا الأمر صعبا. ولذلك استعدنا عن هذا الموضوع بالاعتماد على الخبرات التكنولوجية وتصنيع هذا السلاح في غزة. ولذلك معظم السلاح الذي رآه العالم من صواريخ ومن طائرات مسيرة وغير ذلك كله سلاح صنع في غزة. تقول معظم دكتور سامي، معظم السلاح؟ نعم، بما فيه الصواريخ هذه اللي وصل مداها إلى 250 كيلو. نعم، هذه الصواريخ اللي وصل مداها إلى 250 كيلومتر، هذه الصواريخ غزوية صنعت على أيدي المقاومة. صواريخ العياش هذه 250 كيلومتر. نعم، كيلومتر صنعت في غزة؟ نعم، الصواريخ المقاومة التي استخدمت ضد الاحتلال والتي وصلت إلى هذا المدى البعيد 250 كيلومتر هي صنعت في غزة. الطائرات المسيرة التي تستوردها الدول هي صنعت أيضا في غزة. ولذلك هذا الحصار فشل في تحقيق أهداف، حتى هم يمنعون المواد المزدوجة الاستعمال التي يمكن أن نستخدمها في صناعة هذه الصواريخ. ورغم ذلك لدينا من الأساليب ما نتغلب على هذا الأمر، وليس لدينا بضعة صواريخ مطلقة، لدينا كميات كبيرة تمكننا من مواصلة هذا القتال لأشهر عديدة مع هذا الاحتلال. حكيتم عن هبة الأمة، واللي حصل في موريتانيا كان حالة عينة من الحالة اللي حرفتها الأمة كلها. هناك من يقول إنه الأمة تتظاهر لفلسطين منذ 73 سنة، وأنه هذا ما حدث فرق عمليا، ليس فقط كقيادي فلسطيني وإنما كابن قطاع غزة. هل يحدث هذا التحرك الذي يحصل على مستوى الأمة تأثير فعلي في المعركة؟ التحرك الذي حدث خلال هذه الحرب هو تحرك غير مسبوق من حيث الحجم، من حيث الكثافة، من حيث اتساع المساحات التي تتحرك فيها عبر العالم، من حيث حرارة المشاركة، من حيث استعداد الناس في الأمة لتقديم وفي العالم تقديم الغالي والرخيص لدعم غزة ودعم المقاومة ودعم أهلنا في القدس. هذا شيء من حيث الحجم والحرارة للحق غير مسبوق. احنا نتجول في ساحات الأمة ونستطيع أن نقيس الفارق، هناك شيء جديد يتحقق. قيمة هذا الموضوع له قيمة كبيرة. هذه الصورة التي خرجت في شوارع موريتانيا على سبيل المثال كانت تصل إلى أخوانكم هناك في غزة والقدس وغيرها، وتشكل رافع لهمهم أنهم ليسوا وحدهم. هذه أهم رسالة، أن غزة ليست وحدها. لو عدنا إلى التحولات اللي حاصلة ليست فقط على مستوى العالم البعيد، وإن هناك تحولات حتى في العالم القريب، لاحظنا تحولات مثلا في الموقف المصري، هل هناك تفسير أيضا لهذه الحالة؟ يعني كما أشرت في إدراك أنه في ندية تفرضها المقاومة، هناك معادلات جديدة، لم يعد التدخل الإقليمي أو الدولي أنه هدوا وفوتوا وبلاش يصير دمار وكذا، لم يعد هذا مجديا، لأنه الاحتلال يذوق من ذات الكأس، هو يضرب والمقاومة تضرب، لابد من التدخل. والتدخل أيضا فيه مصلحة، عمليا القضية الفلسطينية باتت تشكل رافعة لكل من يتدخل فيها. الأنظمة التي تدرك مصالحها جيدا وتفكر بحكمة كبيرة باتت تدرك أن التدخل في القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال ورافع لها. ولذلك إحنا رأينا في كثير من أطراف الإقليم وغير الإقليم، أطراف دولية أيضا باتت تتدخل، تحاول أن توسط، تحاول أن يكون لها علاقة في مجري، وهذا كله ناتج عن ندية المقاومة للاحتلال. في النهاية الاحتلال لم يقبل أن يكون هنالك اتفاق معكم، وإنما أعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد. ألا ترون أنه أنتم في النهاية أيضا قبلتم أن توقفوا إطلاق النار دون أن يكون هنالك تنازلات أو هنالك تعهدات أو ضمانات؟ شوف، إحنا عشان نفهم موقف الاحتلال
نتنياهو خرج، المجرم نتنياهو خرج في اليوم الثالث يقول سنحتفل قريبا بانتصارنا، وفي اليوم 11 أعلن عن انسحاب من طرفه. لو كان بإمكانه أن يحقق أهداف وأن ينتصر لما أعلن ذلك. أيضا ليس صحيحا أن هذا وقف إطلاق النار من طرف واحد، الاحتلال هو الذي دفع أطراف وأعلنوا جاهز أن يوقف القتال في هذا التوقيت، وهذا ما أدى بالتوصل للاتفاق. موضوع أنه شو الثمن شو النتيجة، نحن أصلا لم ندع أهداف غير هو إزالة أسباب التي فرضت هذه المعركة، وهذه الأسباب تتعلق بالقدس، تتعلق بالمسجد الأقصى، تتعلق بالعدوان على غزة. نحن طلبنا باحترام الوضع في القدس واحترام الوضع في المسجد، طبعا وقف العدوان على غزة. طبعا وممكن أي طرف يقول الاحتلال لن يحترم هذه الاتفاقات، ليس هذا فقط، الاحتلال قال أنه دمر قوتكم، أنه أعاد المقاومة وحماس وغزة سنوات، واعتبر أنه حقق، هو الآخر حقق، يعتبر أنه حقق انتصارات. هو المسألة ليست بالإدعاء، المسألة بالأمر الواقع. لو سألت أي شخص على باب هذا الاستوديو وسألته سيقول الحقيقة، لأنه في شيء واقع أن الأمة كلها استشعرته، العالم كله استشعره. لو الإدارة الأمريكية كانت تعلم أن الاحتلال قادر على الإجهاز على المقاومة كما يقول لتركته يجهز عليه، لكن هذا لم يحدث ولن يحدث. ودعني أشير إلى أن الإعلام العبري من يريد أن يعرف حجم الخسارة الإسرائيلية فليقرأ كيف حجم الانتقاد لحكومة الاحتلال من القيادات الإسرائيلية. أنتم لماذا دمتم بنا إلى هذا القتال، إلى هذا الحرب؟ ما هو الهدف؟ ما هو الذي حققتموه؟ نحن نتعرض لقتل يومي وفشلتم في حمايتنا. في استطلاع رأي عام في الكيان الصهيوني أظهر أن 28 فقط في المئة من الصهاينة يعتبرون أنه كان هنالك انتصار حققه الصهاينة في مقابل نسبة كبيرة لم تريد أن تجيب، وهذا لعله يؤكد فعلا ما ذكرتم. لم يعد لدينا الكثير من الوقت بسبب زحمة مواعيدكم، لكن أريد إجابة عن سؤالين. السؤال الأول، ما هو الأفق بالنسبة لكم؟ أنتم لا تقاتلون من أجل القتال، وإنما تقاتلون لكي تكون هنالك نتائج للقضية، تتحدثون عن التحرير. ما هو الأفق الآن بالنسبة لكم؟ نحن نستعد ليل نهار لتطوير المقاومة لتحرير القدس وليس حمايتها فقط، هذا مشروعنا ونحن مستمرون به، وندعو الأمة كلها أن تبقى بهذه الهبة وهذه الحرارة خلفنا وألا تتوقف. إنه دخلت على السؤال الثاني، ما الذي تنتظرون من الأمة أن تفعل خلال خلينا نقول الفترة القادمة؟ نعم، ولذلك الأفق واضح أمامنا. هذه ليست معركة عابرة، هذه جولة من جولات تحرير القدس ونحن مستمرون فيها بإذن الله تعالى. هدأت قليلا ستعود وهكذا، لكن في كل مرة نحن نستشعر أننا قريبون أكثر من حسم هذا الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. أما ما نريد من الأمة، هذه الأمة نريد أن نقول لها فلسطين ليست قضية الفلسطينيين، فلسطين قضية الأمة جميعا. القدس هي مصر النبي عليه الصلاة والسلام ومعراجه، هي أولى القبلتين، هي التي كان النبي يتعبد إليها. هذه سورة عليه الصلاة والسلام، هذه سورة من سور القرآن الكريم وآية. لذلك الأمة عليها أن تستشعر ذلك، القدس ملكها مثل ما هي ملكنا كفلسطينيين. الأمة يجب أن تتحمل مسؤولياتها، نحن نستطيع أن نملك الدماء لنقدمها. الأمة تملك أكثر منا بكثير لتقدمه من خلال الدعم السياسي، الدعم الإعلامي، الدعم السوشيال ميديا، الدعم المالي، لأنه هذه الصواريخ يجب أن تشارك فيها الأمة. إذا كانت الأمة عجزت قبل ذلك أن ترسل لنا صواريخ، اليوم تستطيع بمالها أن تمول هذه الصواريخ لمواصلة القتال ومواجهة هذا المشروع الصهيوني على أرض فلسطين. والحقيقة سأختم بسؤال، أنتم كنتم من القريبين من الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه، مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهو كان له توقع مشهور عبر عنه في حلقة من حلقات برنامج على قناة الجزيرة أنه هذا الكيان سيزول في 2027. اليوم في 2021 كيف يرى الدكتور سامي التوقع الذي توقعه الشيخ أحمد ياسين قبل قرابة 20 سنة؟ الله يرحم أحمد، من يعيش على الأرض يعني صورة حولنا صورة صعبة وقاسية وظلم واضطهاد ودعم غربي وضعف في الإقليم، لكن من يعيش على أرض فلسطين يدرك أن لحظة الحقيقة قدمت، وأن القدرة على حسم الصراع مع الاحتلال أصبح قريبا وأصبح ممكنا، وهذه المعركة أثبتت بدرجة كبيرة أن هذا الأمر ممكن. ولذلك توقع الشيخ أحمد ياسين في مكانه، وربما نستطيع أن نقول أن الأمور تدفع باتجاه أن يكون النصر قبل ذلك بإذن الله تعالى.
بهذا النفس الذي يجمع بين الاستشرافي والتحليل واستحضاري أيضا توقع الشيخ أحمد ياسين لنهاية هذا الكيان وزواله، تصل هذه الحلقة إلى نهايتها. نرد الشكر لكم دكتور سامي أبو زهري على هذه المشاركة المختصرة في وقتها لكنها المركزة في مضمونها، ونجدد الشكر للطاقم الذي أشرف على إنجاز الحلقة، والشكر جزيل يتجدد لكم مشاهدي الكرام إلى حلقة قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.